أهلا وسهلا بكم أصدقائي إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات الموقع الأول. في هذه الحلقة سوف نقوم بفتح الصندوق الخاص بلابتوب أزوس من موديل X541N أو بدون الN أو بأي رقم آخر، ولكن الرقم الأساسي هو X541. سوف نقوم الآن بفتح هذا الصندوق ومعاينة الجهاز والتعرف على مواصفات هذا الجهاز. للملاحظة، دائما أغلب اللابتوبات أو الموبايلات، وأعود وأكرر هذه الملاحظة، أن المواصفات موجودة خارج اللابتوب، يعني على الكرتونة من الخارج. فمثلا الجهاز الذي يأتي بين يدي هو باللون السيلفر، بالإضافة إلى أنه يأتي بمقاس شاشة 15 بوصة، إضافة إلى أنه يأتي بمعالج إنتل سيليرون، بالإضافة إلى هارد 500 جيجا، إضافة إلى الرامات التي تأتي DDR3 4 جيجا. USB يوجد منافذ USB 3، إضافة إلى الكيبورد باللغة العربية. هذه أهم المواصفات تقريبا التي تهمني في هذا الجهاز. سوف نقوم بفتح الصندوق والتعرف على ما في داخل الصندوق. طبعا من الخارج الصندوق كما تشاهدون هذا هو، لا يوجد أي تفاصيل إضافية سوى بعض الأرقام على الأطراف، بالإضافة إلى هذه الواجهة الرئيسية للجهاز. بداية أصدقائي سوف نشاهد الشاحن الخاص بهذا اللابتوب، وهو من القطع الصغير كما نلاحظ. طبعا طريقة وصل هذا الشاحن هي على الشكل التالي، سوف أشرحها الآن بعد إخراج اللابتوب. نقوم الآن أصدقائي بسحب اللابتوب من الصندوق. نشاهد وجود بعض الكتيبات، هذه جميع محتويات الصندوق، الكتيبات والشاحن واللابتوب فقط. نلاحظ وجود سي دي التعريف الخاص به، هذا هو الجهاز الذي بين أيدينا، هو كما تكلمنا من اللون الفضي السيلفر، بالإضافة إلى الداخل منها هنا نلاحظ أن الجهاز باللون الفضي بالكامل ما عدا الشاشة. الشاشة تأتي بإطار أسود كما نلاحظ، إطار أسود وهي باللون الأسود فقط، أما ما تبقى الجهاز كله باللون الفضي، حتى أن الخلفية تأتي بلاستيكية باللون الأسود. طيب قبل أن أتكلم على اللابتوب سوف أتكلم على قضية الشاحن وقضية تركيب المقبس الخاص به. نلاحظ وجود هذه القطعة البلاستيكية وهي ثلاثية كما نشاهد بهذا الشكل. سوف نقوم بإيصالها إلى هذا المكان كما نشاهدها هنا، يوجد ضفرين حديديين لوصل هذه القطعة هنا. مجرد وضعها بهذا الشكل كما نلاحظ، وضعها بهذا الشكل وسحبها إلى الأسفل، وسحبها إلى الأسفل سوف تقوم بالشبك. أصبح الشاحن الآن جاهز كما نشاهد.
طبعا سوف أتكلم على محيط اللابتوب وما به من مخارج ومداخل. نأتي إلى هذه الجهة، نلاحظ وجود مدخل الشاحن بالإضافة إلى مدخل تايب سي. نعم يوجد به مدخل تايب سي هذا الجهاز، نلاحظ من هذه الجهة، بالإضافة إلى مدخل الشبكة، إضافة إلى مدخل مهم وقد ألغي في كثير من اللابتوبات ألا وهو مدخل VGA. مدخل VGA إخراج صورة عن طريق كابل VGA، إضافة إلى إخراج صورة عن طريق كابل HDMI. وجود USB 3 كما نلاحظ، مدخل واحد لل USB 3، إضافة إلى USB 2 العادية، إضافة إلى مخرج أو منفذ السماعات 3.5، منفذ السماعات 3.5 ها هنا، طبعا بمنفذ واحد يتضمن المايك والسماعات بنفس الوقت. أما بالنسبة للجهة الأخرى نلاحظ وجود فقط السيدي روم أو السواقة الخاصة بها. أحببت أن أضعكم بمعلومة أن شركة أزوس كثيرا في لابتوباتها تخلت عن السواقة، وخاصة في الموديلات الحديثة والجديدة، ولكن هذا اللابتوب من الموديلات الجديدة ولكن لم يتخلوا عن السواقة الموجودة داخل الجهاز. بالنسبة لداخل الجهاز كما نلاحظ وجود السبيكر، سبيكرين يمين وشمال في هذا الجهاز، إضافة إلى الأزرار الخاصة بهذا الجهاز وهي باللغة العربية كما تكلمنا. هذه أصدقائي لمحة سريعة ويعني مراجعة سريعة لهذا اللابتوب. تكلمنا عن فتح الصندوق الخاص به وما به من قطع من كتالوكات والسيديات التعريف تماما، بالإضافة إلى المنافذ التي بمحيط هذا الجهاز لمن يهمه. أنا أعتقد أن المنافذ جميعها مهمة و هذا اللابتوب كامل وشامل. سمعت عن أنه يوجد هنالك لابتوبات بالسوق ألغي منها كرت الشبكة، سمعت أن هنالك لابتوبات ألغي منها كرت VGA، لابتوبات أخرى لا يوجد بها USB 3 فقط USB 2. لذلك هذا الجهاز أصدقائي كامل متكامل كما تكلمنا، هو بموديل أزوس X541N كما هو مذكور على الكرتونة كما تكلمت، وهو من اللابتوبات الجيدة. ملاحظة أيضا أخرى مهمة، هذا اللابتوب يأتي بمعالج سيلرون، لا يصلح للألعاب، لا يصلح للمونتاج وأمور التصميم، يصلح فقط لتصفح الإنترنت، لسماع الموسيقى، لبعض الأعمال المكتبية البسيطة، كتابة الوورد والإكسل وما إلى هنالك، بعض أعمال المحاسبة البسيطة أيضا يصلح، غير ذلك بأمور المونتاج أو الألعاب لا يصلح. شكرا لكم أصدقائي وإلى اللقاء مع حلقة جديدة من حلقات الموقع الأول.